اهلا بيكم. لو انت بتتفرج معانا على الفيديو ده يبقى انت اتفرجت على الفيديو اللي قبليه، ومن الفيديو اللي قبليه لقيت ان انت عندك بعض اعراض من الاجهاد، انت بتحس بالاجهاد. دلوقتي هات ورقة وقلم وتعالى نعمل حاجة مع بعض. جبت الورقة والقلم، خد دقيقة وقف الفيديو ده واكتب كل اللي تفتكره من أسباب الإجهاد في حياتك. إيه المشاكل اللي بتقابلها؟ إيه الحاجات اللي مخلياك منزعج؟ مثلا يا ترى في حد في البيت أو في الشغل بيزعجك بشكل مستمر؟ ولادك عاملين لك مشاكل؟ يا ترى المواصلات والعربية والزحمة؟ يا ترى عربيتك عطلانة بتعطل كتير عشان قديمة؟ ولا مفيش فلوس كفاية علشان تعيش حياتك بشكل مريح؟ ولا في شغل كتير؟ ولا في التزامات عائلية كتير لازم تروح تزور ده وتزور ده وتكلم ده؟ ولا انت ما بتحبش شغلك؟ ولا مفيش وقت تعمل حاجة من الحاجات اللي انت نفسك تعملها؟ ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي بتحس انه بيخليك تبقى مجهد؟ ايه اللي بتحس انه بيحط عليك ضغوط في حياتك؟ وقف الفيديو دلوقتي واكتب في دقيقة على قد ما تقدر اللي انت تفتكره من ده، وبعدين تعالى نكمل مع بعض بقية الاكتيفيتي بتاعتنا.